مثاله كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. هذا كلام عربي، لو غير عربي قلنا خطأ. يجب أن تقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكن عربي يقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا إذن ما نقدر نقول للعربي أخطأت، لأن كلام العرب في النحو بمنزلة الدليل في الأحكام الشرعية. فإذا جاء الدليل مخالفا لعقولنا وجب تحريفه، وجب تحريفه. إذا جاء الكلام من العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نحرف نؤول، فنقول أني وجدت ملاك الشيمة في الأدب. قدر إما ضمير الشام إن رحمه الله تعالى في أبي ظن أخواتها وأخواتها، وجوز الإلغاء لا في الابتلاء، وانمي ضمير الشان أو لام ابتلاء في موهم الإلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتلاء انقسم كلا والاستفهام لا لام حتم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن هذه الأفعال من حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى نعم وما لا يتصرف. طيب، ما الذي يختص بالأمر فقط؟ هب وتعال، يعني لا تأتي ماضيا ولا مضارعا. وما الذي يتصرف؟ سائر الأفعال. نعم، من أين يؤخذ هذا من كلام لمالك؟ يلا هات. نعم، إذن من قوله والأمر هب، يؤخذ من قوله والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر. طيب، أظن زيدا قائما، أو ظن زيد قائما، نعم أحسنت، صح؟ ولهذا لو خاطبك إنسان فقال ظن زيد قائما ما تستطيع تغلط. إذا قلت قل ظن زيدا قائما، ماذا يقول لك؟ يقول لا، أنا لا، ما أردت أن أمره أن يظن، أردت أن أخبر بأن زيدا قد ظن أنه قائم. طيب، ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ محمد، إبطال عملها. نعم. إيش؟ عملها لفظاً ومحلة. لفظاً ومحلة. طيب، والتعليق؟ يلغى لفظاً لا محلة. إبطال عملها لفظاً لا محلاً. تمام. ما هي الأفعال التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق، أو التي تختص بالإلغاء والتعليق؟ كم من فعل؟ التي نعم التي تختص بالإلغاء والتعليق كم فعلا؟ ما حضر الدرس؟ نعم، 11 فعلا. طيب، ممكن تذكرها؟ نعم، استن بالله. أرى،
ولا ما تمشي على كلام المؤلف ما دام انك حافظ. اعني راى؟ لا امشي على كلام المؤلف ازلك. اي هذه واحده. صح. طيب متى يمتنع الإلغاء؟ ما حضرت. طيب خالد يمتنع الإلغاء؟ يمتنع الإلغاء إذا تقدمت على المفعولين. طيب يعني معناه إذا تقدم الفعل على المفعولين امتنع الإلغاء. طيب مثاله حسب زيدا قائما. ما ألغيته؟ حسبت زيدا قائما. ما ألغيته؟ يمتنع الإلغاء. أنا أريد الإيه؟ هذه الصورة الممتنعة. هنا يمتنع الإلغاء إيه؟ هات الصورة. الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل امتنع الإلغاء، لكن ما هي الصورة؟ حسبت زيدا قائما هي ملغاة الآن. طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء. زيد قائم حسب. سبحان. قدم الفعل. حسبتم زيد قائم، هذا ممتنع كذا. طيب ما تقول في قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ناصر نقدر أحد أمرين، إما ضمير الشان وإما لام الابتداء. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عام. طيب هذا ال نعم اعرف فعل وفاعل. وجدت في الوقت ومفعولها الاول ضمير الشأن محذوف. نعم تضيف وجدت ملاكم. إذا نوينا ضمير الشان صارت الأداة عاملة، وإذا نوينا لام الابتداء أما حضرتها. طيب ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ها؟ إذن الأداة عاملة في المحل دون اللفظ. طيب هات أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. إذن وجدت فعل وفاعل تنصب مفعولين واللام لام ابتداء وملاك والأدب خبر واللام علقت عمل وجدت، فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجدت. طيب أو وجد. لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو تقدمت، وهم الكوفيون.
قالوا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، وظننت فعل وفاعل، والمقصود من ذلك نسبة الظن إلى 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 مجرور الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطها على على الجملة. وأنا أقول ظننت فعل وفاعل، وزيد مبتدأ وقائم خبر مبتدأ، ولا حاجة للتعليق لإضمار لام الابتداء ولا لإضمار ضمير الشاهد. وهذا إيش؟ هذا أسهل وأيسر وليس ببعيد، كما لو سألك سائل فقلت أظننت زيدا قائما فقلت ظننت. المقصود نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط. وقولهم هو الراجح عندنا والقاعدة عندنا أن كل قول أسهل نعم فهو أرجح، هو أرجح، أما على كل هو الصواب أو غير الصواب هذا شيء ثاني، لكن هو أرجح لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى عمل. طيب، يقول رحمه الله وانوي ضمير الشان أولى ما ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم. انوي ضمير الشان فيكون والمفعول الأول محذوفا والجملة في محل نصب مفعول ثاني، أو لام ابتداء فتكون الجملة في محل نصب، الجملة كلها في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل. طيب، الآن سنورد صورا. زيدا قائما ظننت، صحيح ولا صحيح؟ طيب، زيد قائم ظننت، نعم، لكن جائز ولا لا؟ زيد قائم ظننت، ها؟ جائزة؟ أصبر، جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. طيب، زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما. طيب، زيد ظننت قائما، نعم قائما، هذا صحيح؟ وش تقولون؟ إذا جعلنا المفعول الأول محذوفا أي زيد ظننته، وسيأتينا أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما مع الدليل، فيكون هذا صحيحا والمفعول الأول محذوف تقديره ظننته. طيب، ظننت زيد قائم، إلا على رأي الكوفيين لو التسهيل والتيسير. طيب، قال والتزم التعليق، التزم التعليق، وقد قلنا إن التعليق هو إبطال العمل لفظاً لا محل. وقوله التزم فعل أمر، وفي الإلغاء قال جوز الإلغاء، وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والإلغاء، فبينهما فرق في حد ذاتهما وبينهما فرق في عملهما. التعليق إيش؟ واجب، تعليق واجب، والإلغاء جائز. قول التزم في الأمر والتعليق مفعول به، وقبل نفي ظرف ومضاف إليه وهو متعلق بالتزم، ونفي مضاف وما مضاف إليه من السكون في محل جر كذا. وإن الواو حرف عطف، إن معطوفة على ما، يعني وقبل نفي إن، ولا يعني وقبل نفي لا، فعلى هذا تكون إن معطوفة على ما ولا معطوفة على ما. لام إيش؟
ولا نعم لا مبت... لا مبتداء عندكم بالرفع نعم لام مبت... نعم بالرفع لام مبتدا وابتداء مضاف اليه او قسم معطوف على ابتداء يعني او لام قسم كذا اي كما وان ولا اي انه اي ان لام الابتداء ولام القسم يجب فيها التعليق والاستفهام ذا له الحتم الاستفهام مبتدا وذا مبتدا ثاني وله جار ومجرور متعلق بانحتم وانحتم جمله هي خبر المبتدا الثاني والجمله من الفعل والفاعل من المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول نرجع الى المعنى يقول التزم التعليق وهو ابطال العمل لفظا لا محلا قبل هذه الامور نفي ما ونفي ان ونفي لا ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام سته مواضع التعليق لازم في سته مواضع الموضع الاول قبل نفي ما يعني اذا اتصلت من نافيه في جزئي المبتدا والخبر وجب التعليق مثاله قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون علم فعل ماضي تصل مفعولين الاول فعل النعم الاول تنصب مفعولين المفعول الأول هو المبتدا والمفعول الثاني هو الخبر علم والتفاعل ما نافية وهؤلاء اسم ما لأنها حجازية وينطقون الجملة خبر ما ومعلوم أن جملة ما هؤلاء ينطقون جملة خبرية لكن العامل تسلط عليها لفظا تسلط عليها محلا لا لفظا فنقول جملة ما هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد مفعولي علم هذه واحدة وتقول ظننت ما زيد قائم أي ظننت انتفاء قيام زيد هذا هو المعنى فنقول في ظننت ما ظننت فعل وفاعل وما نافية وزيد مبتدا وقائم خبره إلا على لغة الحجازيين فنقول علمت ما زيد إيش قائما طيب الثاني قبل نفي إن كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا تظنون إن لبثتم إلا قليلا أي تظنون ما لبثتم إلا قليلا ومعلوم أن تظنون متصرف من ظن فهو ينصب مفعولين ولكن هذا الفعل معلق لدخول إن على جزئي الجملة الخبرية الثاني قبل نفي لا تقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو أو لا زيد قائم ولا قائد فعلمت فعل هو فاعل ولا نافية وزيد مبتدا قائم خبر مبتدا ولا عمر الواحد عطف ولا نافية وعمر مبتدا والخبر محذوف والتقدير ولا عمر قائم وإن شئت فقل إنه معطوف على لا زيد لا مبتدا هذا الثالث أو الرابع الرابع يعني إذا اقترنت جملة الخبرية الواقعة في سياق هذه الأفعال بلام الابتداء فإن لام الابتداء توجب تعليق الفعل تقول
علمت لزيد منطلق، ولا يصح نقول علمت لزيد منطلقا، بل أقول علمت لزيد منطلق. فعلمت فعل وفاعل، واللام لام المبتدا، وزيد مبتدا، ومنطلق خبره، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولين علم أو قسم، يعني لام القسم. في قول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. الشاهد قوله إيش؟ لتأتين. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جملة تأتين في محل نصب، يعني على أنها مفعول وأن الفعل سلط عليها، بل نقول الجملة من الفعل والفاعل سد مسد مفعولا ظن، لأنك لو قلت إن الجملة في محل نصب احتجت إلى المفعول الثاني، ولكنه لا نحتاج إليه لأن العمل الآن علق. طيب، والثالثة السادس قال: والاستفهام ذا له انحتم، يعني أيضا إذا وقعت الجملة التي بعد هذه الأفعال استفهاما فإنها تعلق. تقول: علمت أين زيد، علمت أين زيد، فعلمت فعل وفاعل، وأين اسم استفهام وهي خبر المبتدأ مقدم وزيد المبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. وكذلك لو قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو، فنقول الهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وعندك الظرف خبر وأم حرف عطف وعمرو معطوف على زيد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. طيب، لا ما هي مفعول، لكن الجملة كلها، الجملة التي دخل عليها دخل على همزة السهام هي محل نصب سدت مسد مفعولي عليه. تمام. نعم. يعني علمت أي الرجلين عندك، هذا المعنى. قلنا أين زيدا؟ هل تعتبر لا ما أصلح. لا، إذا قلنا باعتبار اسم شرط الشيء ظرف، أين زيدا؟ أي مكان زيدا؟ لا ما أصلح، ما أستقيم، لأن أين مهي مصدرية، ما يمكن تثبت المصدر. وتظنون إلا بالثم، ما يستقيم. حتى الجملة الفعلية يمكن أن تكون خبرا للمبتدأ وهي في محل نصب.